بعد معارك طاحنة استمرت أياما مع كتائب الزعيم الليبي معمر القذافي، واصل الثوار الليبيون تقدمهم نحو المدن الغربية بعد أن استعادوا السبت سيطرتهم على كامل مدينة أجدابية الاستراتيجية بوابة الشرق الليبي، حيث معقل المعارضة بمدينة بنغازي ومدينة طبرق النفطية. الثوار رقصوا فرحا وأطلقوا النار في الهواء. كما ترون الثوار هنا في أجدابية يحتفلون بالناصر هنا في المدخل الجنوبي للمدينة. الآلاف من الناس يتجمعون ويحتفلون بإطلاق النار في الهواء. يقول الثوار إنهم عرضوا على كتائب القذافي إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم، لكنهم رفضوا وتقهقروا بعد قتال ضار. ضراوة المعارك أظهرتها الدبابات والعربات العسكرية المدمرة والمحترقة على جنبات الشارع الرئيسي بأجدابية. وواصل الثوار زحفهم نحو مدينة البريغة النفطية البعيدة عن أجدابية بنحو 80 كيلومترا إلى الغرب. إلى ذلك أعلن متحدث باسم الثوار أن مدينة مصراتة شرق طرابلس تعرضت السبت مجددا لقصف عنيف من كتائب القذافي، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى.